أولا أنا سعيدة جدا بمقابلتكم سواء كان محاميات أو محامين. أنا فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة وعضو لجنة المعهد. طبعا بس هنستنى لو في زملاء بره، يعني عشان حرام ما يتقيدوش، لأن أنا على فكرة ست دقيقة جدا جدا جدا، وبحب المحاماة جدا بس بحب الالتزام. وممكن الواحد يكون مع اصحابه حلو بس في وقت الشغل شغل. اولا كل سنه طيبين، رمضان على الابواب واحنا في شهر رفع الاعمال وده صعب جدا، فادعوا بقى ربنا يغفر لنا جميعا. طبعا يشرفني احضركم ويشرفني ان انا اللي هقوم بعمليه اداء يمين المحاماه، لان يمين المحاماه ده حاجه عظيمه جدا جدا، بتنقلك من مرحله طالب ومن مرحلة مش محامي اللي محامي، هتصبح محامي. طب عايزين نقول يعني ايه محاماة، يعني ايه نقابة. نقابة المحامين انشئت سنة 1998 اول نقيب 1912، وده الثابت اللي ثابت على اي ورق 1912، انما في الواقع هي 1898. انا ريتك بتبص قلت انا قلت حاجه فعلا مش مظبوط، لا هي 1898، يعني هي اقدم نقابه واقدم من الاتحادات، اتحاد العمال واتحاد كل الاتحادات على فكره، مع انه يعني الاتحادات دي بدات من 1600 انما ما استقرتش الا بعد احنا الاول نقابه المحامين. نقابه المحامين دي صرح اللي كل من اعتلى كرسي النقابه كنقيب في حقبه سياسيه كان له بصماته. هم دايما يقولوا نقابه المحامين دي مهنه البشوات، مهنه العظماء، مهنه أصحاب الكلمة. صاحب الكلمة ده بيبقى ليه ثقل في المجتمع وفي الدولة وفي المجتمع الدولي، وأهلا وسهلا بجميع الأطفال بس بيعملش دوش. فلما نيجي نقول نقابة المحامين، طب هي أنشئت ليه؟ أنشئت من أجل رعاية شؤون المهنة، واخدين بالكم؟ رعاية شؤون المهنة. يعني انا درست في كليه الحقوق، حلو قوي، بس انا درست كلام نظري كله نظري، وبعدين خدت من كل بستان ورده، انا درست في كل الفروع. وعايزه اقول لكم الفروع دي بتتجزأ، ممكن تبقى محامي شرعي واحد تاني محامي تجاري، وممكن محامي جنائي، وممكن محامي مدني، وممكن محامي دولي، ممكن تحكيم، ممكن يعني هي المحامي اللي هيقول لي بعد عدة سنوات أنا محامي في كله ينسى. مفيش حاجة في المهنة اسمها محامي كله، كل الفروع، لا. فيها تخصص، إزاي أنت بتحس بيه؟ بتحس بيه من خلال المكتب، من خلال احتكاكك بالمهنة بتلاقي نفسك في حاجة بتحبها. زي الطب مثلا كلهم أطباء، إنما الفرق بيننا وبينهم إنهم عندهم تخصص. قبل ما ياخد بيدخل تخصص، التخصص ده بيوجهه للفرع اللي هو فيه. إحنا ما عندناش حتة الإيه؟ التخصص ده. مع إني أنا بنادي بيه، ان التخصص هيديني كفاءه وهيديك براعه، يعني هيخدم المجتمع اللي بتتعامل معاه، بس انت كمان هتكون بارع ومتميز وهتحقق مستوى اجتماعي رائع وهيبقى لك اسم. احنا حاليا في عهد، مش عهد المكتب والملف الواحد، احنا في عهد شركات المحاماه.
لان عندنا غزو رهيب جاي من الخارج وهو عندنا بقاله فتره، بس دلوقتي شركات المحاماه بتغزو مصر وقد غزت الدول العربيه قبلنا، انما بدات من هنا مش بمكاتب كبيره. فعشان كده انا بقول لكم قصه الملف الواحد ده واليافطه ما بقتش مع السنين الجايه مش هنلاقيها، مش هنلاقيها. ومواكبه للتطور المهني طبعا احنا داخلين في الرقمنه خلاص، احنا بنطبق يعني، اي نعم بنطبق بعد كل الدول العربيه طبقتها، بس انا دايما بقول للاخير ربنا كريم، ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهنظبط الدنيا. انتوا نفسكم ما درستوش الرقمنه، انت ما تعرفش يعني ايه رقمنه، بس احنا بنعد، او انا بحب اعمل دورات تدريبيه للمحامين، لان انا مؤمنه ان المهنه دي او النقابه دي انشئت من اجل رعايه شؤون المهنه، وبالتالي من ضمن الرعايه اني ادرب الزميل والزميله على العمل. ازاي هتدير ملف؟ في قوانين جديدة استجدت في الفترات الأخيرة ما قبل وما بعد، فأنت لازم تتدرب عملي عملي. العملي كان ليه مقترح أن أنتوا تنزلوا في فترة الإعداد اللي هي اللي أنتوا هتمروا بيها دي، تنزلوا المحاكم، مش تنزل بملف وتحضر منوتة، لا. وهقول لك فكرة اللي أنا نفسي أعملها وممكن أنتوا تعملوها من غير ما أكون أنا فيها، انك كل يوم تنزل المحكمة مش تحضر النوتة اللي انت معاك وتروح، او تقعد مع اصحابك، او نقعد في اوضة المحامين، لا 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 لا، خليك في جلسة وقعد اسمع الدايرة دي بتشتغل ازاي، ايه اللي بيتقبل من كلام المحامي وايه اللي ما بيتقبلش، طب مين اللي اتكلم الاول، المدعي ولا المدعى عليه؟ طبعا دي مهمه. طب لو قعدنا في الجنائي، مين اللي بيتكلم، مدعي عليه ولا محامي المتهم؟ دي حاجات تنظيميه، دي اول حاجه بتشوف الحالات التنظيميه. الحاجه المهمه تشوف الناس بتتكلم ازاي. اتعلم حاجه واحده وانا اقولها لك ومن دلوقتي، لما يكون زميلك بيتكلم او زميلتك ما تتكلمش، احتفظ لنفسك بدورك بعد ما يخلص كلامه. ليه؟ اولا هتسمعه، ثانيا شكلك قدام الدايره المقرره اللي انت حاضر معاها محترم، محترم، لاننا بنحترم اداء بعض. انا ممكن على فكره بقى قاعده ساكته بالساعه بسمع، ما اعترضتش، وان كنت في حاجات انا فيها ملاحظات اكتبها في ورقه صغيره، دايما يبقى عندك ورقه وقلم صغيرين كده تكتب ملاحظاتك، بحيث لما تتكلم يبقى انت دماغك حاضره في انك تقول ايه وما تقولش ايه، تعالى على اللي قاله ده يعني، بس ما تحاولش تطلب اجل فاضي يعني قبل ما تتحرك برضه من مكتبك، مكتب الاستاذ او الاستاذه المحامي، تبقى على الاقل فاهم الموضوع، مش روح اجل دي بس اجلها كده، ما تبقى فاهم الموضوع ايه، افهمه ده ايه، مهم جدا جدا افهم اللي انا هعمله ايه. او كان زمان عندنا في وكلاء في المكاتب، دلوقتي مفيش وكلاء، كان الوكلاء دورهم دول اللي بيعلمونا احنا، دلوقتي مفيش. فانت دورك هتاخد نوته، حاول تاخد كده فكرة عن الموضوع عشان لما تحضر يبقى التصور في دماغك، وطول فترة ما انت موجود في المكتب، مش قصة بقى قهوة واللي بسجاير بقى الرجالة وسجاير ونقعد نتكلم مع بعض، وانت تقولي اسكتي ده حصل كذا كذا امبارح، شفتي البرنامج الفلاني، عملتي مش عارف ايه، شفتي الاستاذة دي عملت، بلاش بقى الكلام ده، نستثمر مكتبة الاستاذ المحامي في الاطلاع. يبقى انت طول ما انت قاعده ماسكه لي الكتاب عادي جدا، انت بتاخدي خبره او انت بتاخد خبره، الخبره هتيجي عن طريق الاطلاع.
هتلم. يبقى انت وانت قاعد كل دقيقه بتمر بتكسب. انا كان زمان عندي زميله في المكتب كل ما اديها ورقه تصور، فانا بسالها بقول لها ليه؟ قالت لي بشيل عشان بعد كده لما افتح مكتب ابقى عارفه القضيه دي مشيت ازاي او كتب ايه، اعلان وقعده اعلان وعريض كل حاجه تصورها. هي كانت ذكيه جدا، ذكيه جدا في التحصيل. يعني انت كاستاذ واستاذه بتبحث عن كيفيه الحصول على المعلومات واداره القضايا وكل شيء يعني لهذه المهنه. مهنه الفتره دي فتره استثمار قدرات، قدرات من اهم الفترات. ايضا اختيار المكتب، لازم تروح للمكتب اللي سمعته طيبه، المكتب الشغال ده مهم جدا. انما ما شيء حد انا هشتغل معاه لا، عشان دي النواه اللي بعد كده انت هتبقى فيها استاذ او استاذه. برضو اهتموا جدا وانتوا اثناء فتره التدريب، لانها فتره بتبقى ده مسؤوليه شويه، تعملوا دبلومات. شوفي لازم تعملوا دبلومات يا جماعه. الليسانس دلوقتي ما بقاش هو الكنز يعني، لا، فيما بعد هذا ما تسيبوش ابدا دوره تتعمل في النقابه. انا كل دوراتي مجانيه من غير فلوس. ما تشاركش فيها، شارك، اقعد اسمع، ناقش، لازم تناقش وتفهم. وفعلا انا شايفه جيل جديد من الفترات اللي فاتت، لا، الناس دي نازله بوعي، الناس دي بتسال وبتتعلم وتروح وتيجي. ونبعد على عن مسائل الشلاليه البتاع ده، حاول يعني يكون شخص مفتوح كده للمجتمع. وما تحاولش على فكره، افرض جات لك قضيه وانت في سن صغير لسه ما عندكش خبره، ما اقولكش ما تاخدش، بس استعين بحد كبير. افندم كويس يساعدك، لازم يكون فاهم. لا ليه؟ لان حتى اذا حصل حطيت اسمك على العريضه وانت في المرحله دي، الشغل ده هيبوظ بعد كده. اي حد يطعن، زي ما تجيب مثل تحت قدام محكمه الجنايات وتتكل على الله وتترافع، والراجل يتعدم ولا الست تتعدم، القضيه دي باظت ان شاء الله باظت. انت لسه مش في فتره اعداد انك انت تنشل امام محكمه الجنايات وتترافع والكلام ده، وياما قضايا حصل فيها الكلام ده. يعني انا عايزه انه الحاجه اللي تواجهك بصعوبه ما تهبهاش، اسال. السؤال مش عيب. وانا يمكن عندي ذكرى صغيره قوي، كان عندنا محكمه جنوب جنب مديريه امن القاهره، ففيها اوضه كبيره جدا، هي المحكمه دي مقفوله دلوقتي فيها الحفظ بس عشان الثوره. وكان في اوضه صغيره قوي قوي، فانا ما اعرفش ايه السبب ان انا دخلت الاوضه الصغيره. اول ما دخلتها اللي كانوا كلهم عواجيز، كل اللي قاعدين فيها عواجيز، وليها سيستم معين، وليها فراش كده عم عبده يلبس سفرجي كامل ويقدم بقى في الفناجيل، كان الناس كده يعني تحس ان انت من عهد القديم. التاني دول اوضه شيوخ المحامين، انا ما كنتش اعرف. فبدات اقعد اول يوم تاني يوم، يعني كل يوم بصادف شغلي هناك، بقعد هناك. الاول كان بيبصوا بس ما بيتكلموش، يعني ما بقولش انت داخله هنا ليه، ما حبيتش انا الاوضه الكبيره. فبعد كده بدوا يتعرفوا عليا، وانا اكتر فتره استفدت منها حقيقي الفتره اللي قعدت فيها في الاوضه دي، لدرجه ان بعد كده شويه لما جت لي قضايا كان في بعض الاساتذه الكبار يقولوا لي روحي احضري احنا هنيجي نحضر معاكي، لو اتهزيتي هنقف.
وحصل يعني كانوا عامل مساعد ليا. فانا بقول لك وانت رايح المحكمه نقي القعده والحته وكل اللي هتستفيد منها بمعلومه، ده هيبقى معلومه من ذهب، لان هتاخد البهريز زي ما بيقولوا منهم. انما القعده اللي هي مش هتفيدني فمالش لازم. طب في فتره قليله جدا، قليله قليله، فلازم تستثمر ده. وعلى فكره مش هتستوعب القانون في سنتين يعني، لا مش هتستوعبه. وبلاش التنقل الكتير من مكتب ومكتب ومكتب. انت في مرحله تكوين هويه، هويه محامي ومحاميه، فلما ترسى في مكان ارسى عشان تستفيد. الحاجه المهمه جدا، اياك 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 ان يقوم اصحاب المكتب بان يقول لك امضي على ورقه او امضي على ايصال او اكتب ايصالات بخط ايدك، والراجل الطرف اللي عنده يمضي. ان هو ياما محامين صغيرين اتقدموا لمحكمه الجنايات من ده، والمحامي الكبير شال ايده، شال ايده خلاص، الفاس وقعت في الراس. هيقول لك ايه؟ وقع عندي، وقع عني. لا ما بوقعش، انا لا بوقع ولا ببصم. دي لازم تاخدوا بالكم منها. في محاميات كتير راحوا محكمه الجنايات على فكره السنه دي مثلا، اهو سافرت اثنين محاميات في طنطا وجبنا لهم براءه، والنيابه هي استأنفت طعنت على الحكم ورايحين محكمه النقض، لان برضو كانوا في مكتب ويلا. وطبعا الاساتذه بيفرحوا بقى بالشغل ده، انا بقيت استاذه وبكتب وبعمل وتاريخ. المكسب الاول والاخير للمحامي صاحب المكتب، انما الضحيه في وقت ما هيكون هو المحامي والمحامي الصغيرين. فاوعوا لا تمضوا ولا تكتبوا صلب ايصال امانه، تكتبوا شيك الموكل اللي صاحبكم يقول لك يا عم اكتب بس انت وامضي. اوعى اوعى، لان ساعتها هندخل محكمه الجنايات. الحاجه الثانيه التوكيل. التوكيل سلاح خطير طبقا للقانون، بيودي برضه محكمه الجنايات. لما يجي التوكيل لو اتحط اسمك فيه تاكد من المستندات اللي بتقدم، وكل مستند تقدمه صوره واحتفظ بيه لنفسك، محدش عارف الزمن فيه ايه. النهارده الموكل بيبقى حبيبك وصاحبك، ويبقى شوي شوي هيروح يبات معاك في البيت، انما ساعه الغادر غادر ولا يعرفك، ونص الحقيقه بتضيع. فبرضه انتوا لازم تكونوا حريصين جدا في المسائل دي. مساله الحضور في الجلسه لازم تحرصوا على انكم تروحوا بوقت كافي قبل الجلسه. ليه؟ مش عشان اشوف الرول وعشان خاطر اقف بقى، لا، عشان تستعد نفسيا انك هتوصل قدام المحكمه، انك هتقول ايه؟ عارف يحصل عمليه تطبيع كده؟ تطبيع. زي ما انا بقول لك احضر في الجلسات مستمع، على فكره وشك بينطبع عند القاضي، عشان يوم ما تيجي تحضر قدامه مش هيبقى فيه نوع من النفور، لا هو فيه نوع من الالفه. انا شفتك، انت كمان شفتني، في لغه في العيون ان انا بشوف الناس والناس بتشوفني. اي نعم بتتحط في الباك جراوند في العقل الباطن، بس بعد كده في المعامله بتبان بتبان. فاوعدك مش هيبقى هباء منصوره، انت بتاخد معلومات، انت بتستفيد بالديالوج او الحوار بين المحامي والمحاميه والدايره، وبتستفيد من الاخطاء اللي بتحصل بتسجلها بتسجلها، فده هينفعك بعد كده، هينفعك قوي قوي
فانتوا لازم ده حاجات صغيره قوي قوي تخلي بالكم هي صغيره لانها بتساوي كتير بعد كده. الحاجه المهمه قوي برضو المظهر. طبعا الزملاء البدله، انا عارفه ان الحياه فظيعه يعني في الغلا واللي احنا البلاوي اللي احنا فيها دي عادي جدا، انما يعني على المحامي هم بدلتين بدلتين. اوعى تروح المحكمه حتى لو عندك شغل اداري بتيش قميص قميص وبنطلون جنسي، ويا سلام بقى على المقطع بقى هو غالي بس لا يليق، ها اغلى من البدله اديك قلتها. فلا تروح لي بصندل، ولا انت كمان يعني انا بكلم كلام مزدوج يعني، ولا والنبي البنات بقى الصيف جاي واللي بيشف ويلف ده انا مش عايز اشوفه خالص في المحكمه. محكمه التزام. يعني اللبس يا جماعه، اللبس مظهرك اولا حاجتين، وانت ماشي في الطرق في المحاكم في المحكمه محدش هيقدر يحتك بيه، ده استاذ هتبقى معروف من لبسك من مشيتك من تأني في الكلام بتاعك، ده مهم. وانا عارفه البنطلون الجينز اغلى من البدله، بس البدله اغلى من الجينز في اسم محامي او محاميه. انتوا بقى كمحاميات بلاش والنبي السكيني، وانا لابسه سكيني على فكره بس مغطيه مستوره الحمد لله. بلاش يجي الصيف بقى والدانتيل بقى والبتاع البسيف في البيت، البسيف في حياتك الخاصه في المحكمه لا. اللبس المحتشم وفي نفس الوقت الروب. يا سلام بقى لما يبقى لبس محتشم فوقيه الروب. ليه احنا بنديكوا الروب على فكره؟ ده انا بقول لك ده الرمز الاساسي ليكي كمحاميه ومحامي. انتوا الاثنين الرداء بتاعكوا روب. دخلتي المحكمه اداري شغل في جلسات هنقف في الخزنه اي حاجه انا لابسه روب. مش هتفاجئي واحد يقول لك النبي يا ست بعيدي كده، او حد يجي يخبطك او يقول كلمه فارغه قدامك. لا دي استاذه، يعني انت اللي بتحطي الحاجز النفسي اللي بينك وبين الاخر. ده انت ممكن تلاقي عسكري هزقك وانت واقفه، هو مش عارف انك محاميه. وكتير قوي في لما بنيجي نعمل مشاكل في المحاكم يقول لك وانا اعرف انها محاميه، انا مش عارف انها محاميه. طب وليه بقى؟ انا داخله محكمه ده بدخل في اي مكان بوقاري. نمره واحد الوقار وبعد كده الكلام. يعني المرحله الثانيه اني هنطق واتكلم، انما المرحله الاولى المظهر. المظهر بيتكلم لوحده برضو بدون تكلفة. أنا بقول طقمين ما بقولش كتير، إنما يكونوا هم دول وقار. أنتوا اللي اخترتوا المهنة دي وفكروا دلوقتي أنا هقدر أحافظ على المظهر ده والأداء الصعب ده أكمل. مش هقدر هتعب، هتعب قوي. بقول لكم يا ناس احنا شفناهم تعبانين، ساعات بنقف معاهم وساعات بقى. الحاجة التانية برضو ان لما بنقعد مع بعض بلاش كلام الخارج، كلام اللي ملوش لازمة. انا على فكرة من سنين طويلة في الثمانينات انا اللي عملت نظام اوض للمحاميات وبدأتها بأوضة في أسيوط. ليه؟ عشان ساعات الأساتذة في اوضه المحامين ساعات كده كلام بيتقال كده يعني، ما وفي بعض المحافظات طبيعه القبليه والمهنه بتخليك ما تقدرش انا كنت بشوف في اسيوط زمان اوضه المسيحيين واوضه المسلمين هم عاملين كده ونظام هم اوضتين والمحاميات واقفين بره في الاسر.
يعني يبصوا من بره ما يقدروش يدخلوا يقعدوا لانه عيبه. هتدخل تقعد في وسط الرجاله؟ ما هي بنت ذكوريه. فكانوا يعني بيقفوا كده. فجيت نقلت الصوره هنا وعملنا لهم اوضه للمحاميات، وبدات الاوضه دي تنتشر على مستوى الجمهوريه بعد كده عشان يعني يبقى ما فيش الحرب ده. برضو انا بقول انه صاحبه انتوا زملاء بس لازم يكون في حاجز معين، حاجز كده غير مرئي عشان تقدروا تكملوا المهنه. المهنه صعبه 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 بس جميله جدا. انا بقالي 45 سنه محاميه، بعشق مهنه المحاماه، وان شاء الله انا مش هسيبها الا لما اموت يعني، انما مش هسيبها ما اقدرش. يعني ما اقدرش اتخيل نفسي قاعده في البيت، ما اقدرش. هي في الدم، لو حبيتها هتبقى في دمك، حبيتيها هتبقى في دمك. وطبعا توازني بين حياتك الشخصيه وحياتك في المهنه، دي حاجه ودي حاجه. ويا ريت ما نتكلمش في حياتنا الشخصيه مع بعض في المحاكم والكلام ده، لانه بعد كده بيبقى ذكريات الاخر بيكلم يعني بيستغلها ضدك وانت برضو مش عارف. وبلاش النبي صور البتاعة دي بيعملوها ازاي؟ ايه؟ السلبي او النبي. بلاش انت بتتصرفي سلبي يبقى كتف زميلك لازق في كتفك والنبي يا حبيبتي عشان الهوا، عشان في مسافة كده، لان بعد كده بيتألفوا كلام عجيب وغريب. بلاش صور كتير، بلاش الفيسبوك. وانا كل يوم بقى زعلانه بكتب على الفيسبوك، وانت خطيبتك كتبت على الفيسبوك، وانت مش عارف. احنا بنحاول مجلس تاديب دلوقتي حاجات كتير، ومدونه السلوك جاهزه عشان نعملها. فبلاش، لانه انا شفت على عبر السنين مشاكل لا حصر لها، لا حصر لها، لدرجه ان استاذه محاميه خطبت لمحامي احبسته. حبسته، خلي بالكم، والله العظيم حبسته. وعمل رد اعتبار واحنا لسه ما رجعناهوش. شوفوا بقى يعني قد ايه. لا ملهاش لازمه الحته الحميميه قوي دي، ما تنفعش في المهنه. احنا زي بعض بنتعامل مش بنديه، بزملاء في الحدود، ما نتدخلش قوي قوي. بلاش عشان اللي احنا شفناه واللي بنشوفه. وعلى فكره مش عيب ان انا اقول لكم الكلام ده، العيب ان انا ما اقولوش. ليه؟ لان انتوا داخلين على مجال مجهول، ما تعرفوش خلفياته ايه. وبلاش حد يزقك ويقول لك اكتب البوست ده. اوعى اوعى، وانت اوعي تبقي تابع لحد او دراع حد او حد يوجهك او يوجهك. انت دماغك اعقلها. رب سبحانه بيقول لك ايه؟ اعقلها وتوكل على الله. مش عايزين نكون في هذه المهنه ادوات تحرك، لا، عايزين في هذه المهنه نكون شخصيات، بصمات. هو ده الصح، أكون بصمة وشخصية يتعمل حسابي، بس ما أكونش أداة تستعمل وتتزق. لا، أو أنا ما أكونش الوقود بتاع النار. لا، ما ينفعش. دي حاجات مهمة لأنها بتحصل في المهنة، بتحصل. وشلة فلان، أنت شلتك مهنتك، أنت شلتك مهنتك، هو ده الصح. اي حاجه تانية شلتي بقى اصحابي اللي محامين بره، ممكن يكونوا محامين، بس حذاري من الفيسبوك والشات بقى. وبلاش والنبي تتكلمي شات بعد الساعه 10، بعد كده بياخدوا سكرين شوت ده ولا مش عارفه ايه،
وينقلوه ينزلوه على الفيسبوك، وما أدراك ما الفيسبوك. أنا بسؤال دي هي يعني إيه لما أنا لسه حاولها، إحنا من الجرائم لأننا في الشرق الأوسط ما قدرناش هذا الجهاز السحري بشكل صح، فاتعمل القانون 175 لسنة 2018 اللي هو جرائم الإنترنت، بتبقى في المحكمة الاقتصادية وناس كتير بتتحبس حبس وغرامات عالية بتوصل ساعات لنص مليون، ساعات لخمس سنين، بتبتدي تدريجي وزنه في عود بقى ومحاش بيرقى في الحتة دي. فليه؟ حياتي الشخصية مش على الفيسبوك، حياتي الشخصية على واتس أب بيني وبين أهلي، دي حياتي الشخصية. إنما أي حاجة فيها شركة للجميع ملهاش لازمة يا جماعة، ملهاش لازمة خالص، لأن بتستعمل والله سلاح ضدكم ومش حاسين. أنت النهاردة محامي أو أنت محامية صغيرة، بكرة هتبقي كبيرة أو أنت هتبقى كبير، ما تتمسكش دي عليك. وناس كتير بتبقى مستنية تشوفك ناجح، تشوفك ناجحة، تقوم حاطة ده في المخزون ومطلعاه. حاجة تانية، الصور الخالتي محجبة، في قصيات بيعملوها يدخلوا على الصور وياخدوا الصور، بتبقى صور شخصية. يا ريت صور شخصية ما تتحطش خالص. يعني أنا ست، أنا محجبة، أنا عمر الفيسبوك ده حتى في بيتي مع ولادي ما اتصور بشعري خالص، أنا ست كبيرة يعني. إنما ما انا مش ضامنه مين اللي بيدخل على الفيسبوك وبيعملوا ايه، ودلوقتي بيركبوا اصوات وبيركبوا اشكال وبيركبوا، ما شاء الله مش سايبين، اختاروا يعني اسوأ ما في فيسبوك واستعملوه اسوأ ما فيه. فانا مش عايزاكم تقعوا في ده، بلاش ده. برضو انا عايز ارجع للقانون واقول لكم، في اساتذه وزميلات في مكاتب كده، احنا هنرد القاضي، احنا ده القاضي ده ما ينفعش. قبل ما تعمل او تعملي الحركه دي لازم يكون في يقين ثابت في ده. الرد القاضي مش سهل، وعشان ما يتكونش ضدكوا يعني خلفيه ضدكوا في الشغل، يعني ما مش على انا اعرف ناس ايه رد القاضي ده زي عامل زي ايه صباح الخير استاذه فاطمه تعالي النهارده عشان نروح نرد القاضي كاننا احنا ايه في فسحه بنتفسح. لا، القانون اداني سلاح بس عشان استعمله لازم استعمله في محله، ما تبقاش العمليه كده. لا، ده ضدكم، مش حاجه يعني مريحه قوي. لا 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 خالص. رد القاضي يعني انا بقول له انت لا تصلح لنظر هذه القضيه، وبكتب بقى يقول لي طب اكتب الاسباب، وراح كاتب الاسباب، يقوم بعد ما اكتب الاسباب وادع الاسباب يتداول فيها يقول لك لا، وتعالي اقع قدامه بقى اصحك ما تاخده ان شاء الله. دي حاجه. طب لو اتحل دايره ثانيه الموضوع، هما ما بيكلموش بعض، مش هيبقى ثابت في الورق ان فلانه الفلانيه او فلان الفلاني كاتب في مذكرته كذا بيرد زميله؟ ما انت بترد زميله ده، ما هي هي، ما احنا كلنا زي ما احنا كده كمحامين مع بعض بنجامل بعض، هم برضو بيجاملوا بعض. لا هي كده. فالنهارده الرد يعني السلاح ده لازم نكون على يقين كامل بان انا برد قاضي، او المحامي اللي في مكتب بيقول لي روحي ردي القاضي ده، بقيتي مكتوب برضو. انا مش عايزه اسمك او اسمك ينور مهنيا، ما يبقاش فيه علامات خناقات شوشره. لا، عايزين نكبر واحنا بنكبر صح. بعدين بقول لكم برضو الحضور امام النيابه بالروم، مش
عشان حضرتك جت قدام النيابه بالروب. الكارنيه يبقى ملازم دايما للمحامي على طول اطلعه. ما قلتش بقى انا محامي واطلع كارنيه، ولا بقى كمان لما اجي اقول حد يقول لي طب بطاقه الرقم القومي اقول له ده انا محامي، انت بيطلب مني البطاقه ليه؟ انت مش فاكراها؟ طب ما انت اتفضل شوف البطاقه، ايه المشكله؟ ده رقم الرقم القومي على الكارنيه عادي، مفيش مشكله. المشكله ان انا ممكن يكون الشخص اللي قدامي ده بيستفزني، فاهم؟ معقد من مهنه المحامين اصلا مثلا. طب فيها ايه؟ اه الرقم القومي، انا سليمه، انا كمحامي سليم. فلحد طلب مني طلب وطلب قانوني عادي انا نفذه من غير مشوشره ومن غير خناقه ومن غير اوعى تشارك بقى محامي ولا محاميه في خناقه وما انتش عارفها. عاملين زي اللي واحد واقف في الطابور كل وقف وراه وهو مش فاهم واقف ليه اصلا. وتلاقي على فكره في قضايا كبيره جدا جدا لينا مهنيا اتعملت وبقوا محامين متهمين فيها وهم ما عملوش حاجه، هم تواجدوا على مسرح الجريمه والكاميرات لقطتهم فبقوا متهمين. بل خبير الاصوات قال ان دول اللي شتموا وهم مش دول، والمحامين نفسهم عارفين مين اللي شتم، بس خبير الاصوات قال هم دول. طب انت ليه تحط نفسك في الكلام ده؟ ليه ليه؟ يعني انت كل ده بتعمله بحسن نيه. اي حاجه بتتعمل بحسن نيه، حسن النيه في بينه المحاماه مش مطلوب ولا سوء النيه، بس اللي مطلوب الحرص. هنعمل وقفه، خلي بالكم لان انتوا بتبقوا الوقود. هنعمل وقفه، نعمل مظاهرة، لا هنعمل. انت مالك؟ اما اكون دارس الموضوع وفاهمه اشارك، مش فاهمه لا. ما بقاش وقود لحد، لان دي شفناها كتير. احنا عايزين نرجع هيبة المهنة والمحاماة، وانتوا مستقبل هذه المهنه مش احنا. احنا موجودين دلوقتي، بكره مش موجودين، انما المستقبل لمين؟ للجيل الجديد. هو ده اللي طالع، هو ده حامل الشعله لمهنه المحاماه. فلازم تكون مهنه، وهي مهنه عظيمه جدا جدا. ليه ما تكونيش انتوا العظماء اللي هتسيبوا بصمات بعد كده؟ فمحدش يحركك، محدش يحركك. التزام باللبس، التزام بالروب، الالوان المفرحه والجميله والبتاع ده نستعملها في اماكن غير اماكن المهنه نفسها. واللي عنده اي سؤال في اي حاجه غامضه ممكن يسالني قبل ما نحلف اليمين، قبل ما ننتقي من مرحله الطالب لمرحله الايه؟ المحامي، الاستاذ المحامي. اتفضل. اه طبعا اقرا في الكتب في الرد، هتشوف كل اصل الاسباب بتبقى موضوعيه قدامك، حصلت قدامك. ابدا الراي مثلا، ابدا الراي غير مطلوب. القاضي ما يديش يعني ما يقولش رايه في القضيه قبل ما يحكم، بيبانه مش صح. عشان كده بقول لك اقرا قبل ما تتكلم، اقرا كويس. اتفضل. الماده 61 دي انا كنت بقراها استوقفت، مش فاهمها خالص. ايه المحاكم؟ الماده 61 بتقول اكبر المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد في جداول الحراسه القضائيه وفرق الدائمه. اه لما تكون تعمل عايز تشترك في الحراسه القضائيه لازم ما تكونش لازم تكون مقيد في الاستئناف. ايه الحراسه القضائيه؟ في حاجات بيفرض عليها الحراسه، ما دي حاجه انتوا درستوها كده في النص كده. اه ففي جدول بيبقى في المحكمه بيبقى للحراس، وبيطلبوا ان انت تقدم ورقك وهي بتمشي بالدور.
انت بتروح تقدم ورقك في الحراسة القضائية وتبقى بأرقام يجي عليك الدور بتتاخد، وبتشتغل بقى في الحراسة القضائية بتنوب عن المالك في حراسة على هذا العقار، بتبقى انت الممثل بتدير بقى العمل ده، بتدير التركة دي. فده الحراسة القضائية دي برضو فرع على فكرة في محامين متفرغين بس الحراسة القضائية، تخيل. او ده فرع الفروع ونجحوا فيه جدا جدا. فالحراسة القضائية دي موضوع، فعشان كده لو دورت على الحراسة القضائية في الكتب هتلاقي موضوع كبير جدا، واساتذه وفي جدول للحراس، وممكن قوي الاطراف المعنيه تقدم طلب لشيلك باسباب. حارس القضائي ده بدد، حارس القضائي ده اتفق مع الغير، فاهم؟ فمسؤوليه كبيره، فانتوا لازم برضو تبقى دي قريها. ايوه زي الوالي بيتصرف في امور القاصر. الحراسة ده موضوع كبير، وأنا نفسي كل كلمة تستوقفك لازم تبحث عنها. عندنا مكتبة كبيرة في نقابة المحامين، ده بقى حلو قوي. أنا تربيت في مكتبة النقابة، أنا بحب القراية، تربيت في مكتبة النقابة إني أقرأ وأكتب وأصور وأعمل. وعلى فكرة لغاية دلوقتي وأنا ببحث أي قضية من القضايا بتاعتي أنا بحب قوي، مع إني حافظة حاجات، بس احب قوي اصور واكتب واعمل كده الملف القضيه، ما ملف فيه كل حاجه منها المواد. وتعمل لكم كويس الفايل ده اللي معاكم، انا عاملاه اول ما بدات الدوره دي. الفايل ده عباره عن ايه؟ اهم حاجه اللي جوه، اللي جوه ده لازم تحفظوه ازاي هتتعاملوا. بس يعني في ماده كانت الناس هنطبعها في اللي جاي، عشان دي انتوا كلكم بتقعوا فيها، الماده 24 من قانون المحاماه، عشان انتوا المفروض الماده دي انا هطبعها في اللي جاي، هتكون اول ماده ليا بتقول ايه كلكم بتقعوا فيها او نسبه عاليه بتكلفوا مبالغ كبيره. تكون مده التمرين سنتين، تبدأ من تاريخ حلف اليمين اللي هو النهاردة، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، يعني حد خد ماجستير حد خد دكتوراه فهتنتقص. فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال 6 أشهر بعد السنتين، يعني انت عندك براح بعد السنتين من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد تاني، يعيد قيده من جديد. جدول عام يقيد جدول عام مع ابتدائي، دي بيدفع لها فلوس كتير. فانا دي الماده دي معالي النقيب استاذ عبد الحليم علام قال لي الماده دي عشان كتر المشاكل اللي عندنا، يعني ساعات تجي لي يقول لك ايه ده مر يوم، ده كانت في الشهر ده، ده اخر يوم في الست شهور كان يوم جمعه، فيمتد بقى للسبت، تيجي السبت تحصل لك حاجه عدى اليوم خلصنا، ما انت كان قدامك 6 شهور. 6 شهور بقول لك 6 شهور عشان تأيد، يقول لك ايه اصل انا كنت عيان، اصل انا كنت عيانه. لا دي لا، فهتقعوا في المحظور، والماده دي هتضاف، دي تحفظوها ماده 24 في قانون المحاماه، دي فترتكم انتوا ان انتوا لازم تأيدوا مدة التمرين سنتين في مدة 6 شهور. أنا حد بيتكلم مدة 6 شهور قدامكم فترة كافية عشان تتأيدوا ابتدائي، إذا عدى 6 شهور ويوم هتبتدوا تتشالوا من جدول المحامين
الجدول العام وتروحوا الجدول غير مشتغلين، يعني انتوا مش محامين بالنسبة لنا. عشان ترجع هتدفع قيد يعني الجدول العام مع ابتدائي هتدفع مبلغ وقدره. فأنا دي مادة هتكون مهمة جدا تحفظوها. اتفضل. نعم. ايه؟ علي صوتك انت رقمية يعني. لا مش عارف. طب تدربي شركة شركة خاصة؟ لا شركة عامة. شركة عامة. حكومية يعني. قبل ما في حد بيتكلم يا جماعة؟ أنا سبعين. مين؟ أنت أحمد يا سمير؟ أسبوع خاص من مولاد أحمد سمير هيتعاقبه. لو شغالة شركة حكومية بقالي سنة. أه أوكي. السنة دي هتحسبني ولا لازم أكون متأكد جوز؟ يعني مثلا السنة دي قبل النهاردة ولا لا قبل كده؟ لا النهاردة. انت كنت ما حلفتيش اليمين؟ انت حلفتي اليمين؟ انت بتبدا المده منين؟ من حلف اليمين. من اول ما بتتأيدي. يعني سنتين تمرين قدامك، ست شهور بعد نهايه السنتين تأيدوا ابتدائي. لو عدت السنتين اللي الست شهور يوم هتروحوا جدول اوتوماتيك على الكمبيوتر بتتشال. لا فيها واسطه ولا فيها كلمتين ولا فيها شهادات مرضيه ولا فيها ده قانون. واظن ست شهور كافيه ان انا اقدر اعيد ابتدائي. فدي ماده هتضاف لده. في اي سؤال تاني؟ معهد المحاماه. بصوا معهد المحاماه عضو في اللجنه دي، بنيجي وبنعمل محاضرات وكده. انا يمكن مع تطور المعهد الجزء العملي ان انتوا تنزلوا المحاكم تحتكوا ويبقى في جدول ليكوا في الحضور، اعرف انتوا حاضرين ومدربين وشفتوا ورحتوا هنا وهنا. انما معهد زي ما انا عامله كده، والله بصراحه انا عامله زي الفقي. يعني بتقري انتوا حضرتوا محاضرات قد ايه؟ هل انت وانت حاضر المحاضره بتاخد التحصيل كله؟ لا، العملي بيأثر. الجزء العملي انا شايف ان هو ده اللي انتوا محتاجينه. بس المعهد لغايه دلوقتي ماشي بقصه اننا محاضرات. يا ريت المحاضره اللي ناخدها بعد ما ناخدها نقراها واحنا في، على فكره، في مرحله تطوير بنطور. فالقصص التدريبية دي هتبقى موجودة برضو، هتبقى موجودة. الحاجة التانية في تدريبات، احرص انك اي ما يكون في تدريبات نروح لك هتستفيد. واحنا مش حاطين التدريب يبقى بتاع اللي تحت التمرين ده ما يتدربش. لا يتدرب طبعا، لازم يتدرب، يعني ده حقه. فكل حاجة فيها دورة تدريبية استفيد. نعم. لا احنا بنعلن عليه على البيج. بنعلن على البيج، بنعلن على الموقع النقابه. انا بعلن على موقع النقابه. بتتعلن على الصفحات، دوره في الحته الفلانيه. فلازم يعني بص، اي معلومه تقدر تاخدها في اي حته خدها. وموجوده في الفرعيات. بس ناخد، نستفيد. كله بيجي له وقت وبتفتكره، بتجي لك قضيه بتبتدي تطلع تبلضه الحمراء تدور. ده انا سمعت ده هنا، بتلاقي المفتاح بقى، تبتدي تبحث فتشتغل صح. تدريب مهم جدا جدا جدا، انا على قناعه بالتدريب. المحاماه من غير تدريب، لان يبقى فين رعايه شؤون المهنه؟ فين؟ انا عايزه استاذ محامي، استاذه محاميه على اعلى مستوى اتباهى بيهم، وهم نفسهم يشرفوني في كل المجالات. انا بحزن لما بلاقي ان في محامي مضروب في الحته الفلانيه ولا محاميه
ضربينها في الحته الفلانيه ولا اتعاملوا وحش في النيابه. انا ما أنا... طب انا بقالي 45 سنه ماليش مشكله واحده مع اي حد في الدنيا. هل انا ما بنزلش؟ انا بنزل محاكم ورحت اقسام وحضرت قدام نيابات وليه مكتبي. معقوله ما يبقاش فيه مشكله؟ مره واحده حصلت مشكله زمان في الثمانينات، في الثمانينات كنت في محكمه مجمع الجلاء وكانت انا عن عيله معينه ومن اوضه وكيل النيابه خارجه بنت بنت يعني اخت المتهمين حاجه زي كده بتسال خارجه وبتبص لي بتبص لي راحت وانا يهمني منها دي كذا شتمت ما ردتش عليه. جبت ورقه وقلم جيبوا قانون محاماه يا جماعه احفظوه. كتبت طلب لوكيل النيابه ان اثناء تواجدي بالنيابه بمناسبه عملي في القضيه رقم كذا والتحقيقات كذا حصل من فلان الفلانيه هذا واللفظ كذا برجاء وطبقا لقانون المحاماه اتعرضت للمساءله القانونيه برجاء اتخاذ اللازم. بس ولا نطقت ولا قلت انت عملتي ايه. هي بصت لي وقالت كده وباينه قوي ان هي كده. فاكره بنتي دي اتحبست 6 شهور؟ ها؟ وفي الاستئناف كانوا بيبوسوا ايديا. وقلت للاب كلمه واحده، انا هعرف ازاي اربي بنتك اللي انت ما قدرتش تربيها خلال سنين العمر؟ هتصالح ليه؟ ادي يعني حصلت، بس حصل اعتداء. ما اتكلمتش، مش انت كذا وانا اقول لها يا اختي لا 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 خالص. سلاحك وسلاحك الورقه والقلم. على فكره اصعب سلاح الورقه والقلم، اقوى سلاح الورقه والقلم. استعينوا بده، بس عشان تستعينوا بيه لازم تبقوا متعلمين. قانون المحاماه انا بقول لك كاتبه لكم هنا ده تحفظوه. لما تحفظوه، وانا اتمنى ان احنا نقدر في فتره ما نوفر لكم القانون، بس احنا بصدد تعديل بعض المواد. ف قانون المحاماه ده الدستور بتاعكم مهنيا، وتستعينوا بيه كويس جدا، لان ده اللي هيخليكم تقفوا على رجلكم صح، وما يبقاش في سجلكم بقى الخناقات والضرب. ده انا شفت في بلد كده من يومين استعانوا ببلطجيه وضربوا بعض بالبلطجيه، حاجه كده يعني ايه تخوف. ليه؟ ليه؟ ليه اهز نفسي واهز صورتي ليه؟ ما انا بقول لك سلاحك الورقه والقلم، بلاش الشتيمه. على فكره الشتيمه دي وسيله الضعيف. يعني الضرب والشتيمه دي اسلحه بتاعت مش بتاعت استاذ محامي خالص، سواء كانوا محامين او محاميات، دي مش بتاعتكم. امال بقيتوا محامين ليه؟ بقى انا مع يعني انا اتعرض للمساءله وانا اصلا محامي ولا محاميه؟ كارثه والله كارثه. اقف في مصاف المتهمين او المجني عليهم وعيط؟ ما هي كده، ما انا يا مجني عليا وبعيط يا اما متهم وبقى الحديد يبقى في ايدي، لا دي تنفع ولا دي تنفع. يعني فخليكم حريصين جدا جدا مهنيا، اعتزوا بنفسكم واعتزوا بنقابتكم، لان نقابتكم دي الحمايه الحقيقيه. بس التزموا بقواعدها. وانا اتمنى لكم مستقبل باهر، ونبتدي ان شاء الله كده نقول القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أمارس أعمال المحاماة، أن أمارس أعمال المحاماة، بالشرف والأمانة، بالشرف والأمانة، والاستقلال، والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة،
وتقاليدها، وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك.